بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. موضوعنا الليلة هو: هل الحج الذي فرضه الله في القرآن هو نفسه حج الجاهلية، أم إن الحج الذي أمر الله به في القرآن أمر آخر؟ أولا، لنفسر ما معنى العبادة. العبادة هي تأدية أفعال دينية إكراما لإله. هذه كانت العبادة، نفسرها ما معنى العبادة، سواء كانت عبادة الله أم العبادة بصفة عامة. يعني هي طقوس يؤديها الإنسان إكراما لإله، يظن أنه إلهه، وخضوعا له. وعبادة الله هي ممارسة دينية طبقا لشعائر الله التي فرضها الله حجا، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالحج، بالحج إليه، يعني الذهاب إلى الله والحج إليه. عندما نعبد إله نذهب إليه. وأين نذهب إلى الله؟ أكيد نذهب إليه كما ذهب إليه الأنبياء والمرسلين، وبالذات أين ذهب رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فالعبادة هي الشعائر الدينية، عبادة الأصنام من قبل، كيف كانت عبادة أهل الجاهلية، وماذا كانوا يعبدون حول الكعبة؟ كانوا يعبدون منات وقدي وكثير من الآلهة التي كل قبيلة لديها إله تعبده، يعني الإله نصنعه ونعبده. فأهل الجاهلية كانوا يعبدون قديد ومنات التي هي قاعدتهم الآن الصفا والمروة. المروة هي قاعدة منات، والصفا هي كرسي قديد. كان لو عندهم تمثال من الحجر يجعلونه فوق ذلك الكرسي ويعبدونه. هذه هي العبادة. نقول هذا، نرجع إلى الدرر السنية، ماذا يقولون في تفسير القرآن. الدرر السنية تقول: مما ورد في تفسير قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الأعراب قالوا إن الصراط المستقيم طريق مكة، لتتبينوا وتعلموا أن الحق ابتعدوا عليه. الصراط المستقيم يعني الطريق إلى مكة، وليس الطريق إلى القدس، ليس طريق الإسراء، بل الطريق إلى مكة. مكة التي لم يقم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج منها ليفتح الأرض المقدسة، لكن عطلوا الحج، عطلوا ذلك الفتح كي لا تكشف الأرض المقدسة. أصبح الطريق في الطريق في الدرر السنية، وعندهم في التفسيرات العربية أن الصراط المستقيم بمكة. يقعد عليها الشيطان ليصد الناس عن العمرة وعن الحج. الشيطان يقعد في مكة، ويبدو أنه لما يأس الشيطان أن يصد الناس عن مكة والبيت الحرام، لم يألوا جهدا في أن يفسد عليهم مناسكهم بما أحدث لهم فيها من محدثات الحقب بعبادة الله شركا وفحشا وعنصرية بغيضة، منحت بعض العرب مزاياها وخصائصها ليست لسائر الناس.
وهنا نحن نسعى، يقولون هكذا، هم يسعون في هذا الكلام ليبينوا لكم أن الصراط المستقيم في مكة، وليس صراط المعراج في الأرض المقدسة. بينما الحج نحن أمة لها إله، أرسل الله إليها رسولا، والرسول مصدق للمرسلين قبله، والقرآن مصدق للكتب قبله. إذن الحج أين؟ الحج أين؟ حج إبراهيم وداود وسليمان، وحج رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. يقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى، إبراهيم وموسى وعيسى، الديانة اليهودية والديانة المسيحية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه دعوة الإسلام، أن يوحد بين الأديان، ملة إبراهيم التي توحد وتجمع بين الأديان ليكون دين واحد للبشرية، ليس أديان مختلفة، إنما الإسلام هو دين واحد زكى عبادة اليهودية وعبادة المسيحيين الحقيقية. لا نقول المسيحيين أو اليهود، عبادة اليهود أو عبادة المسيحيين، بل نقول عبادة، العبادة التي فرضها الله في التوراة والتي فرضها الله في الإنجيل. وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ما وصى به نوح ونفسه الذي أوحينا إليك، ونفسه الذي وصينا بإبراهيم وموسى، أن أقيموا الدين إن كنتم مؤمنين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين بصفة عامة، ليس الدين الإسلامي الذي أصبح 100 طائفة، لكن هنا القرآن يقصد الديانة اليهودية والمسيحية والإسلام، ألا نتفرق في الدين، ليكون لنا نحن جميعا يهود ومسيحيين ومسلمين دين واحد. هذا الدين فصله الله في القرآن، بيّنه الله في القرآن، حتى أنه لا يمكن ليهودي أن يعترض عليه إذا ظهرت حقيقة الإسلام، ولا يمكن لمسيحي أيضا أن يعترض عليه إذا عرفنا حقيقة العبادة، حقيقة عبادة الله، حقيقة الحج إلى الله، كما أسري برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله، وذلك فعلا هو الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلينا الآن أن نقلده بعد مضي هذه الأيام التي أضلنا فيها الأولون عن عبادة الله، وأمرونا أن نعبد آلهتهم حول الكعبة. يجب علينا العودة إلى شعائر الله التي فرضها حقا في حج إسلامي قرآني. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. من هم المشركين؟ طبعا العرب هم المشركين في زمن نزول القرآن، المشركون هم العرب. كبر عليهم هذه الدعوة، كبرت في قلوبهم، لأن ترك مكة وترك الحج إليها وترك آلهتهم أمر صعب، أمر لا يوافق عليه عربي، لا من قبل ولا الآن، لا يوافق عربي على انتهاء الحج إلى الكعبة. نعم، مهما كان الأمر، ولو كان الشرك نفسه يعتنقونه ولا يغادرون منه، لأنها مركز عبادة آلهتهم ومركزهم التجاري. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يجتبي إليه
يعني يختار إليه ويهدي إليه. إلى أين يهدي؟ إليه بالقدس، يعني الهدى أن يهديك الله إلى الله، أن يهديك الله إلى قدسه، كما أسري بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تماما، يعني ووجدك ضالا فهدى. هذه هي الهداية، الهداية أن تخرج إلى الله. وقال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذاهب ذهب، هاجر إلى الأرض المقدسة، وأظهر الله له بيته في الأرض المقدسة، وباركه الملك صادوق ملك تونس. هناك هداه الله إليه. إذن فالهداية الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه، ليس يهدي إلى شيء آخر، بل يهدي إلى الله، يهدي إلى الله، يهدي إلى عبادة الله. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل المسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، بين اليهود والمسيحيين. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. أين يجمع الله بيننا؟ طبعا في الأرض المقدسة التي لنا حظ فيها جميعا، يهود ومسيحيين ومسلمين. رسولنا رسول الإسلام خرج في أعظم آية جاءت لرسولنا، وهو أن أخذه الله في مركبة ونزل به في الأرض المقدسة، وأعاده من حيث أتى به إلى مكة في ليلة واحدة. نحن لنا حظا في الأرض المقدسة، واليهود كذلك حجوا إليها، والمسيحيين أيضا هم أبناءها. هنا لا يمكن لمسيحي أو مسلم أو يهودي أن يرفض عبادة الله في الأرض المقدسة الحقيقية. ليس الكعبة الشامية رجسة الخراب القائمة حيث لا ينبغي في التوراة، بل الأرض المقدسة التي هي في التوراة ترشيش وليست فلسطين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذا كان رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام قبل بحج الجاهلية الذي لم يقبل به قبل الإسلام، فإن أي عقل من عقول البشرية لا يصدق هذا الكلام، خاصة والآيات تصل إلى قرابة 100 آية تحرم حج الجاهلية. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، كذبتم بدعوة إليكم للخروج إلى الأرض المقدسة وبعبادة الله وبالقرآن نفسه. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن كل شيء، لم يفرط في كتابه من كل شيء، لا يمكن أن يكذب عن علينا عربي أبدا، لأن القرآن فصله الله تفصيلا مبينا. نعم، آيات مفصلات هن أم الكتاب، آيات وردت تفصيلا، في آيات مختلفة فكان تفسيرها وتبيانها، حتى أنه قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أحج إلى ما تحجون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم ستحجون لما حجيت، لما أسريت، لمن أسريت إليه، لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لن تحجوا. ده حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إلى الأرض المقدسة كما أسري به رسول الله، كما أسري به الله سبحانه وتعالى. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولن أعبد، ولن آتي بحجكم، ولن أحجه، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهنا في هذه الصورة خاطب الله المسيحيين واليهود وأهل الجاهلين، حتى أنه نفى الحج الثلاث، نفى أن يكون ذلك الحج حج الجاهلية، ولا حج فلسطين، ولا حج أي مكان غيره، بل الحج إلى منتهى الإسراء، الحج إلى منتهى الإسراء. تلك هي حجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يهلون، اسمه حديث، لتعلموا أن الصفا والمروة هما قاعدتان لتمثال مناة، والآخر كرسي لقديد. هذا حديث للجاهلية، كانوا يهلون أي يحجون لمناة صنم كان في الجاهلية. وقال ابن الكلبي كانت صخرة نصبها عمر بن لحي لهذيل، تلك الصخرة جعلوا فوقها مناة، تمثال مناة، وكانوا يعبدونها، والطاغية صفة إسلامية أضافها الإسلام. وكانت مناة حذو قديد، كانت مناة حذو قديد كما هي الآن تماما، كرسي قديد لم يتزحزح من مكانه لأنه صخرة كبيرة، و قاعدة مناة لم تتزحزح من مكانها لأنها صوان ولم تكسر أصلا، فبقيت في مكانها الذي كانت فيه قبل الجاهلية. عندما كسروا الأصنام الحجرية لم يكسروا الكرسي وقاعدة مناة. ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة، بل كانوا يقتصرون على السعي بينهما. وهنا يتبين لكم بالدليل القاطع أنهم قادوكم إلى عبادة آلهتهم، وأمروكم أن تتركوا مصر رسولكم الذي رأى فيه وعد الآخرة، ورأى فيه الملائكة والروح. فالإسراء هو حج رسول الله الحقيقي قد جعل الله لنا سورة الخروج، وهي سورة إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام، سورة الخروج إلى الأرض المقدسة اتباعا لرسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام في إسرائه وهجرته وحجه إلى الله في منتهى الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد أين؟ هو صراط المعراج، هو الطريق إلى الله في القدس، هو الصراط المستقيم، هو الطريق الذي فرض الله فيه الجهاد، وهو السبيل الله، الطريق الموصل إلى الأرض المقدسة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الخروج من الظلمات إلى النور هو ترك عبادة الأصنام والخروج منها وتركها والذهاب إلى عبادة الله في الأرض المقدسة. إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد، صراط المعراج الذي عرج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منتهى الإسراء. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله. رأيتم أن سبيل الله هو طريق الإسراء إلى الله، وهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، كما فعل أسلافهم اليهود والمسيحيين. تركوا الأرض المقدسة واختاروا أرضا أخرى لم تذكر في الإنجيل، في الأناجيل الأربعة ولو مرة، فلسطين، ولم تقل التوراة أن فلسطين أرض مقدسة، بل فلسطين أرض أعداء أهل فلسطين هم أعداء أهل الأرض المقدسة.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. هنا يتبين لنا أن طريق الخروج خروج بني إسرائيل وطريق خروج موسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مصر هو الطريق الذي فرضه الله على العرب بالخروج من مكة إلى الأرض المقدسة. ولقد أرسل موسى أخرج قومه من الظلمات إلى النور، أخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله. أين؟ في الأرض المقدسة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيام الله ما هي؟ الأيام التي قضاها الله في إثارة الحياة في الأرض المقدسة. ولبث في الأرض 4 أيام ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. يعني الأرض المقدسة لم تقدس لشيء إلا أن الله أتى إليها وأثار فيها الحياة، وسيأتي إليها مرة أخرى نزلة أخرى كما رآها رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. وأذكرهم بأيام الله، تلك هي أيام الله، 4 أيام سواء للسائلين، 4 مرات حج للأرض المقدسة في كل سنة مرة، في كل سنة 4 مرات وفي كل فصل مرة شهر، وذلك الشهر يمنع فيه الصيد. الآن عند الدول الراقية كل شهر كل فصل فيه شهر أو شهران يمنع فيهم الصيد، وذلك ما أمر الله به أن لا يقتل الصيد وهو وفي بطونه صغار. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإن في ذلك وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى أن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ذلك لما رفض بنو إسرائيل الدخول إلى الأرض المقدسة وخافوا من البربر، وخافوا أن يدخلوا أرض الفراكسيس أرض البربر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد. يعني كل المرسلين دعوا قومهم إلى عبادة الله في الأرض المقدسة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا يتبين لنا أن كل أمة رفضت الخروج إلى الأرض المقدسة عذبها الله، قوم نوح وعاد وثمود وبالطبع قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين رفضوا الخروج وتوعدهم الله بصاعقة كصاعقة عاد وثمود. لذلك قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل الذي عملوا بالإسلام ورفعهم الله به سيدمر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني أن الإنسان المسلم الآن يستفيق على أنه كان يعبد
طوال 1400 سنة آلهة العرب، ولا يعبد الله ولم يعبده ولو يوما واحد. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، يقف أعرابها على شعابها فلا يصل إلى الحج أحد. هنا تلك هي الطامة الكبرى، تلك هي المفاجأة التي ستهز جميع المسلمين في العالم. نعم، حتى يتبين لهم أنهم تعرضوا لضلال مبين من العرب واليهود. اليهود سيطروا على كل ديانة، على الديانة المسيحية، فقدموا لهم نائبا ليفعل بالمسيحيين ويقودهم إلى الشرك بالله. وأخيرا أصبح قائدهم في المسيحية يحجون إليه في روما. وهنا قدموا للإسلام كعب الأحبار، حتى أنه أصبح نبيا يتنبأ لعمر وأبو بكر، حتى أنه تنبأ له بموته، قال له: إنك ستموت بعد 3 أيام وهذا أمر في التوراة، قال له، بينما هو الذي قتله. نعم، ما كل من يخالفهم على أمر قتلوه. أبو بكر قتلوه بالسم لأنه أراد أن يكتب القرآن في أول أيام خلافته. عمر لم يقدس فلسطين لما دخلها، ولم يكتب في العهدة العمرية أنه قدس الأرض المقدسة، أو قال إني فتحت الأرض المقدسة، أو ذكر الأرض المقدسة في العهد العمري، فقتلوه لذلك. عثمان أحرق 3 مصاحف، كانوا سيجعلون لنا 4 مصاحف كما جعلوا للمسيحيين 4 أناجيل، فأحرق عثمان 3 وبقي لنا مصحف واحد. هذا هو هذه هي الحقيقة، سيطرة اليهود على الإسلام، ولحد الآن هم يسيطرون على المسلمين. كلما يريدون أن يفعلوا شيئا فعلوه بالمسلمين، لأن المسلمين الآن في يدهم، لأنهم يتحكمون فيهم كما أرادوا. فكل أمر يريدونه في العالم يسخر المسلمين لفعله، فهو صوت في أيديهم. نعم، لأن الإسلام لم يظهر بعد، لأن الإسلام لم يعرفه المسلمين، ولو عرفوا الإسلام ما تفرقوا، وما كانوا شيعا ولا كانوا أمة واحدة لا تقدر عليها أي أمة على الأرض، لكنهم اتبعوا الضالين فأضلوهم عن سبيل الله، عن الطريق إلى الله. وفي الأيام، وقد وعدنا الله أن يستعيد الإسلام نوره، وسنعلم أن قوم محمد كف عليه وآله الصلاة والسلام كذبوا بالقرآن واتبعوا أهواءهم، وسيعيد الله الإسلام إلى هذه الأرض حتى يكون دينا لكل البشرية، تعتنقه كل البشرية، ليس بالسيف وليس بالرشاشات والقنابل وتفجير المساجد، بل بالعدالة بين الشعوب، بالعدالة بين الناس، بحقيقة الإيمان، وليس بزيفه الذي اعتنقوه طوال 1400 سنة لم تجف دماء المسلمين أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.